حلقة جديدة من همزة وصل، أهلا بكم. في هذه الحلقة نتحدث عن دلالة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، والذي دعا كبار قادة وزعماء العالم لحضور هذه الأولمبياد الشتوية التي تنظمها الصين. بكين هي المدينة الوحيدة التي تنظم الأولمبياد الشتوية والصيفية أيضا، ومشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي الضخم بالحضور تصدر المشهد السياسي على خلفية ما يربط مصر والصين من علاقات استراتيجية وثيقة شهدت طفرة في السنوات الأخيرة. ومن المقرر أن تشمل هذه الزيارة أيضا مباحثات ثنائية بين الرئيسين المصري والصيني لدعم العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع وأرحب لمزيد من التعاون بينهما في كثير من المجالات. سؤالنا في هذه الحلقة: ما دلالة مشاركة الرئيس السيسي في الحدث الرياضي العالمي بكين 2022؟ ننتظر تفاعلكم معنا حول هذا الموضوع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا على صفحتنا على الفيسبوك همزة وصل إي جي. نتابع هذا التقرير الذي يحمل مزيد من التفاصيل، وبعده نبدأ في التواصل معكم ومع ضيوفنا الكرام عبر الهاتف. مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24 والتي تنطلق اليوم بالعاصمة بكين تجسد العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط بين القاهرة وبكين، وأيضا الدليل الحي على صداقة الشعوب بين البلدان. في هذا الإطار تأتي قوة العلاقات المصرية الصينية والتي تمتد وتتشعب في العديد من المجالات على أساس قوي من تبادل المصالح المشتركة وكذلك الخبرات في المجالات شتى. مصر تدخل عصر الجمهورية الجديدة وهي تمتلك رصيدا كبيرا وقويا من العلاقات القوية مع كل دول العالم، وتمتد دوما جسور التواصل والترابط القوي مع الدول الشقيقة والصديقة ومختلف الدول الكبرى على أساس تبادل المصالح المشتركة والاحترام المتبادل من أجل تعزيز التعاون والشراكة لما يحقق تطلعات وأمال الدول والشعوب في البناء والتنمية والتقدم والرخاء والازدهار والاستفادة المتبادلة من الخبرات. اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بها دعمها الثابت لاستضافة الصين لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية والبارالمبية لعام 22. ما يقرب من 3000 رياضي من نحو 90 دولة سيشاركون في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، والتي تضم أكبر عدد من الأحداث والميداليات الذهبية وتوفر فرصا للرياضيين من جميع أنحاء العالم. أهلا بكم من جديد، والمعلومات أكثر عن هذا الموضوع. بتنطلق الآن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24 في العاصمة الصينية بكين، كما نشاهد على الهواء مباشرة فعاليات افتتاح هذه الدورة بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار قادة وزعماء العالم. هذه الدورة تستمر حتى 20 من الشهر الجاري. معنا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة مستمعي ومشاهدي قناة النيل الكرام. الأخبار قناة الأخبار يعني دلالة مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي الضخم وهذه الزيارة التي تشمل أيضا مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني لبحث سبل دعم العلاقات المصرية الصينية، والتي لا شك أنها شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تعليق حضرتك على أهمية هذه المشاركة من المنظور الاقتصادي والتجاري بين البلدين؟ يعني طبعا يعني دعونا نتفق في البدايه على ان يعني الصين بحكم كونها لاعب اقليمي فعال ومؤثر في العالم، ويعتبر ايضا يعني قطب من اقطاب العالم الاقتصادي وقطب سياسي وقطب عسكري جديد اقتحم في الساحه الدوليه واصبح له دور مؤثر.
ايضا دعونا نتفق على ان مصر حاضر بقوه في كل الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات السياسيه والاقتصاديه، واصبح الان لدينا والرياضيه التي تنظمها الصين، فتدعو دائما مصر من ضمن رؤساء او من ضمن الدول المؤثره او من ضمن الضيوف والرؤساء المؤثرين والمهمين في العالم. احنا برضو دعونا نتذكر ان مصر كانت حاضر بدعوة من الصين في مجموعة العشرين ومجموعة البريكس ومنتدى الحزام والطريق، وايضا المنتدى الافريقي الصيني، كل ده مصر كانت حاضرة بقوة وتساهم بقوة في مزيدا من الدعم ومزيدا من تقوية العلاقات والروابط بين الدولتين. كمان الصين يعني برضو تضع في الاعتبار أن مصر هي بوابة إلى باقي الدول الأفريقية، وأيضا تضع في الاعتبار على أن يعني قناة السويس أحد المحاور الأساسية من ضمن مبادرة الحزام والطريق، المبادرة الأهم. وهنا نقول برضو أن وجود مصر يعني والدبلوماسية السياسية حاضرة بقوة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بكين، وهي طبعا الصين تعول عليها جدا وتؤكد على مدى أهمية تلك الدورة وتلك الأولمبيات، لأن الصين طبعا يعني كما هو معروف بقالها سنوات بتحضر لتلك الندوة وتريد أن تعزل تلك الأولمبيات، والصين تريد أن تعزل الأولمبيات عن بعيد عن أي توترات سياسية وعن أي مشاكل موجودة في العالم أو حتى موجودة في المنطقة. يمكن يعني الرئيس المصري يعني يمكن الأكثر مشاركة في فعاليات الصين، الفعاليات التي تنظمها الصين، كما ان يعني على الجانب الاخر انا زي ما قلت ان يعني يمكن البعض ينظر الى تلك الزياره كانها مرتبطه فقط باولمبياد بكين، ولكن طبعا اكيد زياره الرئيس المصري لدوله في حجم الصين اكيد هيصاحبها مجموعه من المشاورات ومن المفاوضات ومن يعني ايضا طرح اتفاقيات الاستثمار او المباشر بين الدولتين، خاصه ان الصين ابدت بقوه اهميتها للاستثمار في مصر. احنا لدينا مدينة صناعية صينية موجودة في قناة السويس كده، ايضا لدينا مدينة للمنتجات والملابس الجاهزة في السادات، مدينة صناعية، وبالتالي الجانب الصيني مهتم بزيدا من الاستثمارات، خاصة حتى ان يعني حجم التجارة بين مصر وبين الصين في تطور مستمر، يعني تعتبر الصين من الشركاء التجاريين الكبار للدولة المصرية. طيب حضرتك ذكرت مبادرة الحزام والطريق، يعني إذا ما تحدثنا عن هذه المبادرة وأهميتها لتجسيد الكامل للعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ماذا نقول وما أهمية تطبيق هذه المبادرة؟ طبعا مبادرة الحزام والطريق المبادرة الأهم والمبادرة الأكبر اللي احنا دايما بنتكلم عنها. طبعا يعني مبادرة الحزام والطريق للذي لا يعلم هي 6 ممرات برية وممر و و و وممر ملاحي، ممر ملاحي ينطلق من بحر الصين الجنوبي ويمر عن طريق قناة السويس إلى أوروبا. طبعا في 3 خطوط ملاحية رئيسية تخرج من الصين إلى باقي دول العالم، يمكن أهمها على الإطلاق الخط اللي بيروح أوروبا لأنه بيستحوذ على الجزء الأكبر من حجم التجارة، وهو الطريق الملاحي الرئيسي اللي يصدر منتجات الصين إلى باقي الدول الأوروبية. أيضا يعني يمكن في إطار تلك المبادرة في مجموعة كبيرة من المشاريع اللي بتحاول الصين إنها تنشئها في مصر أو بتحاول تستخدمها علشان ترجع تلك المبادرة الهامة طبعا اللي هي بتسعى من خلالها الصين اللي هي تزود ليس فقط قدراتها إلى باقي دول العالم أو الدول الأعضاء في المبادرة، ولكن حتى إنها وضعت تطور ان هي هتستورد من الدول الاعضاء في تلك المبادره ما يقترب من 2 تريليون من الدولارات، 2 تريليون من الدولارات من الدول المطله على المبادره. كمان نتذكر حتى ان في معرض الدول العربيه والصين اللي كان من قيمه 30 تقريبا كانت مصر ضيف شرف في هذا المعرض، يعني في مزيدا من الفرص للتبادل العلاقي والعلاقات التجاريه والاقتصاديه بين الدولتين. كمان ايضا اتذكر ان الصين تعتبر مصر قاعد ومؤسس في بنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه، يمكن البنك ده مصر تعتبر فيه دوله عمليات، وبالتالي يعني كان في حجم كبير من التيسيرات والتمويل التمويلات اللازمه اللي وجهت لمصر في اطار هذا البنك او في اطار انشطه البنك في المنطقه.
تمام. طيب إذا ما تحدثنا عن الاستفادة من هذه الزيارة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاقتصادي والاستثمار الصيني أيضا في مصر، خاصة أن مصر لديها فرص واعدة للاستثمار، أهم المجالات التي يمكن للصين أن تستثمر فيها أو أهم هذه القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر؟ يعني زيارة الرئيس لمصر للصين هيفتح لنا يعني تساؤل، الهام والتساؤل الرئيسي، ماذا تريد مصر من الصين وماذا تريد الصين من مصر؟ طبعا هنا علشان نجاوب على هذا السؤال يعني احنا لازم يعني نضع تصورنا على ان مصر او الدولة المصرية في علاقتها مع الصين هيكون فيها مجموعة من يعني من المصالح والمنافع المتبادلة يأتي على رأسها. أول حاجة ان مصر محتاجة التكنولوجيا الصينية، التكنولوجيا الصينية تكنولوجيا مهمة بالنسبة للدولة الصينية، خاصة ان نقدر نقول ان يعني الصين من الدول اللي هي بتوطن تكنولوجيا، وبالتالي لما توطن لدينا تكنولوجيا ده بينعكس على الصناعة المصرية، احنا عايزين نطور قطاع الصناعة المصرية وفي تطوير مستمر فيه، فبالتالي يعني الصين من الدول اللي هي بتقدر تدينا وتوطن لدينا تكنولوجيا، وخاصة في الصناعات اللي هي متوسطة وعالية التكنولوجيا، وهي من الدول أيضا السخية في تنظيم التكنولوجيا، وعلى الجانب الآخر أيضا يعني بتبقى قروضها ما فيهاش نوع من أنواع المشروطية السياسية ولا فيها تدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة لأن الصين شريك لمصر ليس فقط في قناة السويس وتطوير لوجستيات قناة السويس، ولكن حتى ان في مشروع الاتجاه نحو السيارات الكهربائية ومشروع صناعة سيارة كهربائية مصرية، تعتبر الصين هي شريك مهم في هذا المجال، بالإضافة كمان حتى ان الصين كان شريك في مصر في تصنيع يمكن طيارة تدريب صغيرة، والطيارة دي مصر بتصدرها لعدد من دول العالم. تمام. ابقى معنا الدكتور كريم العمدة، وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد ربيع الديها الباحث في العلاقات الدولية. دكتور محمد، يعني علاقة الصداقة بين مصر والصين تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، باعتبار أن البلدين يعني صاحبة تاريخ عريق وحضارتين كبيرتين. منذ يوم 24 من يناير الماضي أضيء برج القاهرة تزامنا مع بدء العد التنازلي لأولمبياد بكين الشتوية، وتضمن عبارات باللغات الصينية والعربية والإنجليزية. أهمية هذا من وجهة نظرك، وأهمية إرساء أسس هذه العلاقة وتدعيمها في كافة المناسبات والمحافل الدولية والفرص المتاحة لذلك كما نشاهد اليوم من خلال حضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث؟ تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين والدكتور كريم. في الواقع ربما عرض الدكتور كريم يعني واستفاد كثيرا في حجم العلاقات وأهمية العلاقات المصرية الصينية، ولكن حينما نتحدث عن هذه العلاقات الآن التي تخصها مجموعة مهمة جدا من التحولات الإقليمية والدولية، ربما يكون أهم هذه التحولات واستعادة الدور الإقليمي المصري والذي بات مؤثر للغاية على الصعيد الإقليمي بصورة كبيرة. الصين تدرك تماما وتعي أهمية مصر في منطقة الشرق الأوسط في أفريقيا، تعي الدور التي باتت القاهرة الآن تلعبه لتؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، ليس فقط ذلك بل أصبحت جزء من المعادلة الدولية بتأثيرها في القرار في بعض الدول الأوروبية أو في بعض الدول الأخرى الكبرى. نتحدث أيضا أن مثل هذه الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية من مساندة للقوى الكبرى أو دعم لعلاقات من أجل ترسيخ تعاون اقتصادي وتعاون سياسي ونشر السلام حول العالم، ربما تكون هي رسالة دائما من القاهرة ما كانت تؤكد عليها مصر في سنوات سابقة، وما زالت تؤكد على أهمية ومتانة هذه العلاقة. من المؤكد أن العلاقة الآن أو الزيارة الآن إلى بكين وزيارة الصين في هذا التوقيت مع افتتاح دورة الأولمبياد وسيحضر فيها 20 زعيم أو قائد، ربما منهم قيادات من المنطقة العربية وقيادات من دول أخرى، إضافة إلى الرئيس بوتين وغيرها،
هي في غاية الأهمية. تضع أنظار العالم الآن يتجه إلى ما سيحدث أو ما سيكون هناك من اتفاقيات ستبرم على هذه على هامش هذه القمة، خاصة أننا نتحدث على قيادات دولية مهمة ستحضر. هناك تشكيل الآن أو هناك أزمات دولية ربما ستناقش على من خلال قمم يعني ستعقد على هامش الافتتاح. الرئيس الصيني أعلن أنه يلتقي أكثر من 21 زعيم على هامش هذه القمة. ربما يكون هناك تنسيقات أخرى للقاءات بين قادة دول أخرى في ظل توتر عالمي واضطرابات دولية. الآن نشاهد اضطرابات في كازاخستان، بالمناسبة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت سيكون حاضر، اضطرابات أيضا بين روسيا وأوكرانيا، اضطرابات بين الدول الأوروبية وروسيا. هناك اضطرابات دولية كثيرة جدا تقلق القادة وتقلق المجتمع الدولي. لذلك ما سيحدث ليس فقط سيكون على الصعيد الاقتصادي، ولكن أيضا سيكون مخرجات مهمة على الصعيد السياسي. سيكون هناك تنسيقات جهود بين قادة هذه الدول ودول أخرى من أجل تهدئة الأوضاع الدولية والتأثير على يعني حالة عدم الاتزان أو الاضطراب الدولي، لتصل الأمور إلى حالة من الاستقرار الدولي في الفترة المقبلة. تمام، يعني في عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى والتحالفات، كيف ترى العلاقة الاستراتيجية بين مصر والصين وأهميتها في ظل ما يشهده العالم حاليا من تحديات كبيرة، أبرزها طبعا جائحة كورونا، وشهدنا مدى التعاون بين البلدين في تخطي هذه الجائحة ومواجهتها، ومدى مساعدة الصين لمصر من خلال توفير لقاحات، واستفادة مصر من الخبرة الصينية أيضا في مواجهة هذه الجائحة، إلى جانب عدد كبير من المجالات والملفات الأخرى؟ لا، ممكن أن الصين قوة اقتصادية مهمة والعنصر الاقتصادي مهم جدا في العلاقات المصرية الصينية، خاصة أن هذه العلاقات نمت خلال الأعوام السابقة حتى وصلت بنهاية العام الماضي إلى 19 مليار دولار في حجم التبادل بين البلدين، وهي زيادة كبيرة جدا في حجم التبادل. الصين تدرك تماما أهمية مصر سواء في خطة الحزام والطريق أو لتغلبها والتوصل إلى العمق الأفريقي لوصول منتجاتها وصادراتها إلى أفريقيا. إضافة إلى أنها تدرك أن مصر لديها الإمكانيات والقدرات لكي تكون قوة اقتصادية أيضا مساندة وربما ليست معارضة وإنما منافس للصين. إذا ما استغلت هذه القوة ليكون هناك شراكات بينها وبين الصين لتنمية العديد من الدول وخاصة الدول الأفريقية. ربما لا نعول أو نعول كثيرا على العلاقات المصرية الأفريقية التي تطورت في الأونة الأخيرة، وهي التي جعلت الجميع يتجه بصورة كبيرة جدا إلى أهمية الدور الإقليمي المصري في أفريقيا. يعني منذ أن تولت مصر قيادة الاتحاد الأفريقي في 2019 والمبادرات التي أطلقت والقيادة المصرية التي أولت زيارتها إلى الدول الأفريقية لتعميق وترسيخ التعاون واتفاقيات التجارة الأفريقية التي تم تفعيلها وغيرها، تؤكد الآن أهمية المحور المصري والدور المصري. أيضا الإمكانيات المصرية سواء كنا نتحدث عن اللوجستيات الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصين يعني تستثمر في هذه المنطقة ويعني لها مساحة كبيرة أو تسعى لأن تبنى مصانع لها، تدرك تماما أن مصر ستكون هي بوابة الدخول الرئيسية لأفريقيا أو التغلغل للأسواق الأفريقية. لذلك العامل الاقتصادي سيكون مهم. إضافة إلى ذلك أن مصر قريبة أيضا من الدول الأوروبية، إذا ما كانت الصين تطمح في أن تستمر في التغلغل إلى أوروبا في ظل المعوقات الآن كما أشرت منذ قليل تحدث في العالم واضطرابات، منها الاضطرابات في منطقة وسط آسيا التي ربما تضيق الخناق كثيرا على فكرة الحزام والطريق الذي سيصل أو طريق واحد الذي سيصل إلى الدول الأوروبية عبر كازاخستان، وسيكون هذا متواجد في نقاشات بين الصين. لذلك الصين تعول أن يكون هناك مصانع لها داخل مصر، يكون هناك استثمارات مع القاهرة لتكون القاهرة بوابة أخرى للوصول للأسواق الأوروبية بصورة ما. سيكون هناك تعميق في العلاقات لأهمية الدور المصري المحايد في كافة الملفات وخاصة في النزاعات التي تحدث في الإقليم والتأثير المصري المهم، سواء نتحدث في
الصراع الليبي او الصراع او الازمه في سوريا او الازمات المتواجده الان حولنا في المنطقه، هو دور مهم جدا، والصين دائما ما تدعم الموقف المصري في جميع هذه الازمات، وكان هناك دعم صيني للقاهره، لذلك العلاقات ما زالت في ترسخ مستمر، ما زال هناك دور مهم جدا تلعبه البلدين، ويعول عليه الاقليم والمنطقه بصوره كبيره جدا. تمام. طيب يعني على الرغم من عدم مشاركة مصر في أولمبياد بكين الشتوية رياضيا، لكن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث إلى جانب 19 من كبار قادة وزعماء العالم بالتأكيد له دلالة كبيرة. كيف ترى أهمية ذلك، أهمية هذا الحضور لإرساء ربما سياسة من التآخي والتعاون من أجل تحقيق السلام للشعوب؟ يعني كما ذكر الرئيس الصيني أنه بيرفع شعار لإعداد حدث أولمبي بسيط وآمن ويرقى إلى شعار أسرع وأعلى وأقوى معا من خلال دعوته لعشرين من زعماء العالم، أهمية ذلك من وجهة نظرك؟ كما أشرت أن العشرين زعيم الذين سيحضرون هذه الاجتماعات هم مؤثرين للغاية في الأقليم أو حول العالم. على سبيل المثال لو أخذنا على أقليم الشرق الأوسط، سنجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان وغيرها. هذا مهم جدا لتدعيم العلاقات بين الصين وهذه المنطقة. أيضا الرئيس بوتين سيكون حاضر، ربما تكون هناك منقطعات من الولايات المتحدة، بريطانيا وغيرها لتغيير بعض الملفات، ولكن حضور هؤلاء الشخصيات تؤكد على أهمية هذه الاجتماعات التي ستعقد وأهمية هذه الدورة، ودعم أيضا للصين في يعني نوع من الضغوط التي تمارس ضدها من قبل البعض في بعض الملفات الحقوقية، ولكن في النهاية هناك وجهة نظر دولية وهو دعم السلام العالمي أو الاستقرار العالمي في ظل حالة من الاضطراب الدولي التي يحدث على مستوى العالم، بين فكنا نتحدث بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، نتحدث على اضطرابات تحدث في وسط آسيا، نتحدث عن منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من الاضطرابات. كل هذا يؤكد على أن الدور المصري أو العلاقات التي او حضور هذه الشخصيات سيكون لها تاثير على العالم وعلى القرار الدولي وعلى فكره التوازنات الدوليه التي تحدث الان في العالم. لو تابعنا يعني حضور هؤلاء الشخصيات سنجد ان جميعهم مؤثرين في اقليمهم او في محيطهم الاقليمي، مما سيؤدي الى توازنات قوى كبيره جدا حول العالم، او حتى قد دفع نحو التهدئه والاستقرار في عدد من الملفات التي قد تقود العالم نحو حرب عالميه أو إلى صراع دولي لا يحمد الله. نعم، يعني بالإشارة إلى هذا الصراع الدولي، يعني وعلى خلفية ما يحدث في بعض مناطق العالم من توتر وترقب العالم لما ستسفر عنه الأزمة الأوكرانية، يعني بتأتي أولمبياد بكين الشتوية لتمد جسور التواصل والسلام بين دول العالم المختلفة، أهمية ذلك من وجهة نظرك، أهمية أن تكون الرياضة رسالة للسلام والتآخي بين الشعوب؟ من المؤكد يعني أن الرياضة دائما مستخدم كرسالة للتعاون بين الدول، يعني أو هي أداة أحيانا تستخدم في السياسة، ولكن هي رسالة دائما نحو التآخي وإلى التعاون بين الدول. الرياضة دائما ما تجمع الشعوب في روح التعاون وروح المنافسة وليس روح العنف أو القتل. لذلك يعني هذه الدورة هي رسالة أيضا إلى العالم لأهمية التهدئة وأهمية أن ندرك جميعا أن الصراعات التي تحدث في بعض الدول أو بين بعض الدول ليس لها تأثير إلا أو ليس لها نتائج إلا القتل ودمار العالم، ليست تكون نتائج منافسة أو نتيجة لحب أو تعاون أو سلام بين الشعوب. نتائج السلام دائما ما تقود إلى نتائج إيجابية، تنمية، استقرار، مؤاخاة بين الشعوب وبعضها، ولكن حالة الصراع ستؤدي إلى دمار كبير في البشرية، تراجع حتى
في حالة العلم وغيرها من الجوانب، ليس فقط على صعيد الحرب ولكن على جوانب كبيرة جدا في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. نعم، أشكرك دكتور محمد ربيع ديه الباحث في العلاقات الدولية، وعودة من جديد للدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد. دكتور كريم، إذا ما تحدثنا من جديد عن الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري في العلاقات المصرية الصينية، وكيف ستفتح هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين أفاق جديدة لدعم هذه العلاقات التجارية والاقتصادية، أهم الملفات الاقتصادية والتجارية من وجهة نظرك التي تميز علاقات البلدين؟ دكتور كريم، نعم، يبدو أننا فقدنا التواصل مع دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد. ما زلنا معكم في هذه التغطية لافتتاح أولمبياد بكين الشتوية، ونتحدث في هذه الحلقة من همزة وصلة عن دلالة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركته في هذا الحدث الرياضي العالمي بكين 2022. نذهب إلى تواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك همزة وصل إي جي، وهذا هو سؤالنا: ما دلالة مشاركة الرئيس السيسي في الحدث الرياضي العالمي بكين 2022؟ نبدأ بقراءة عدد من التعليقات. محمد الطواب قناوي عاشور بيقول: إن شاء الله مبروك لمصر لكأس الأمم الإفريقية، ولأن لتوطيد العلاقات المصرية الصينية من قديم الزمان، أقدم الحضارات المصرية ثم الصينية، وشعب مصر محب للسلام وللرياضة والتبادل التعاون المحلي الدولي. لذلك برأيي دلالات مشاركة مهمة للرئيس السيسي في الحدث الرياضي العالمي بكين 2022 يدل على مدى مكانة مصر. أيمن رمضان النصاري أو النصري بيقول: مبروك لمصر البطولة، ونشيد لسيادته رئيس الجمهورية بأنه حان الأوان بفتح ملف الرياضة بكافة أشكالها وأنواعها، وضع خطط لتشييد وبناء نادي رياضي في كل محافظة في ربوع الوطن لتصبح رياضة للجميع، فإن مصر ولادة بأبنائها جيل من بعد جيل، وأيضا يكون النادي حكوميا للجميع. شكرا أيمن الأنصاري. طيب، بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة سابقا. أهلا بك يا دكتور. اهلا اهلا وسهلا، الف مبروك لمصر، الف مبروك فوز المنتخب المصري امس اداء رجولي، ويمكن تهنئه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب لها اثر قوي جدا عقب كل اداء متميز ليهم، وهو ده اللي احنا بنقول عليه ان الرياضه هي القوه الناعمه اللي من الممكن جدا جدا تكون احد الروافد الجديده للجمهوريه الجديده. طبعا. طب يعني نتحدث ايضا رياضيا عن دورة الالعاب الشتوية في بكين والتي تنطلق اليوم حتى 20 فبراير المقبل. يعني بالتأكيد مصر لا تشارك في هذه الدورة باعتبار انه بتتميز يعني برياضات ذات طبيعة شتوية، لكن مشاركة الرئيس السيسي في هذا الحدث الرياضي الضخم بالتأكيد له دلالته ليس رياضيا فقط وإنما على كافة الأصعدة أيضا. تعليق حضرتك يا فندم. يعني أنا شايف أن الأولمبياد الشتوي هو شأنه شأن الأولمبياد الصيف اللي احنا دايما بنشارك فيه، تمام. ولكن هو للألعاب الشتوية اللي تتميز أدائها في الدول اللي فيها الجليد، ويمكن مصر في الدورة الحالية مش مشاركة، إنما أنا بوعد حضرتك حصريا والمشاهدين إن الدورة الشتوية القادمة هتشارك فيها مصر. وده لأن في اتحاد وليد الاتحاد المصري للتزحلق الفني على الجليد في الصلاة، وده اتحاد وليد تحت التأسيس بموافقة اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة، ومباركة من اتحاد الرياضة للجميع اللي بشر برئاسته
ان هيكون في اولاد المصريين في الخارج، تعاون وزاره الدوله للمصريين في الخارج مع وزاره الشباب والرياضه سفيرة نبيله مكرم مع الدكتور اشرف صبحي، ان يكون في للولاد دول كل مكان امنيتهم اللي قالوها عاوزين يطلعوا علم مصر في اولمبياد شتوي، وده يمكن هيكون الدوله الثالثه على مستوى الوطن العربي بتخش في هذا الاستثمار بعد الامارات العربيه المتحده والمغرب الشقيق. زياره فخامه الرئيس السيسي لها وقع سياسي، لها وقع بيعبر عن رياده مصر في الوقت الحالي، لان العرس الرياضي الاولمبي ده عرس بيجمع عديد من الدول، وهتشوف كبريات الدول المشاركه فيه، يمكن دول الشمال عموما بالاضافه الى امريكا والصين بتراهن على هذه الدوره ان هي تكون دوره متميزه للغايه. واقول لحضرتك حاجه مهمه، لما مصر استضافت عدد من البطولات وادت اداء جيد جدا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها من مواجهه كوفيد 19 او فيروس كورونا، خدوا المثل والموديل خلال اولمبياد طوكيو او كل الفعاليات الرياضيه المجمعه اللي بتتم، وانتهوا بالنهج البابلز او الكبسولات اللي عملتها مصر واستضافت بيها البطولات. فكنا من الدول الرائده، لازم نشجع انفسنا ولازم نقول احنا فعلا كنا سباقين، الدوله الاولى في العالم اللي انتجت هذا النهج. فرئيس الدوله هيكون موجود في الصين، هيكون موجود في الاولمبياد الشتويه مع قاده من قاده في العالم كله، وبيقول ان مصر ليست فقط على صعيد الفعاليات الاقتصاديه والسياسيه والرياضه احد العوافل اللي بقول عليها هي القوى الناعمه اللي بتعبر عن هذه السياسه في مصر. والحقيقه اللجنه الاولمبيه المصريه اعلنت على منصه التواصل الاجتماعي الخاصه بها دعمها الثابت لاستضافه الصين لدوره الالعاب الاولمبيه الشتويه والبارالمبيه لعام 2022، واكدت انه الصداقه تعمقت بين الشعبين الصيني والمصري، وانه هناك انتظار وترقب لدوره الالعاب الاولمبيه في بكين. تعليقك على ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية في هذا الجانب، ودلالة ما ذكرته كما يعني حدثت عن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية والبارالمبية. اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية الخاصة بأبطالنا القادرون باختلاف بيعبروا عن مجتمع رياضي كتير، يمكن النهارده بضم صوتي لصوتهم وبقول ان اتحاد الاتحادات الرياضيه النوعيه والشبابيه والرياضيه برضه بيدعم هذا الاتجاه، لان برضه التواجد في المستويات العاليه. يمكن اللجنه الاولمبيه المصريه بتتكون من جمعيه عموميه 28 اتحاد اولمبي بيمثلوا مصر في الاولمبياد الصيفيه، وان شاء الله ينضم اليهم الاولمبياد الشتوي باللعبه او اكثر في المستقبل. اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحاد الاتحادات النوعية الشبابية والرياضية عارفين إن الرياضة هي رافد مهم جدا، بنتكلم على قرابة ما بين شعوب في الحرب الباردة، قرابة ما بين اتجاهات كثيرة متباينة من خلال ممارسات الرياضة، فالرياضة هي التي تصنع البسمة والأمل. فأنا بأثني على البيان الخاص باللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية واتحاد الاتحادات الرياضية المصرية الشبابية والرياضية. تمام. جانب آخر من هذه الأحداث الرياضية الهامة هي أنها ليس فقط تقرب بين الشعوب كلغة للسلام والتواصل، لكن أيضا لها جانب آخر اقتصادي. يعني في بكين نجح الرئيس الصيني في أنه يعمل على دفع عدد كبير من المواطنين أن هم يستفيدوا من هذه الدورة وهذه البطولة رغم الثلوج، لكن نجح في أن يحول هذه المناطق الثلجية إلى مناطق استثمارية، وأن يقيم فيها بنية تحتية رياضية كبيرة تستوعب هذه البطولة، أن تكون هذه المناطق التي كانت مهمشة من قبل وصعب الحياة فيها إلى مناطق منتجة، وهذا هو مفهوم الاقتصاد الأخضر. أهمية هذا من وجهة نظرك، أهمية الرياضة في دعم الاقتصاد، دعم البيئة، قطاعات كبيرة جدا في حياتنا.
أنا بشكر حضرتك وبشكر الإعداد، لأن هذا السؤال سؤال مهم جدا، ويمكن إحنا عارفين إن مصر دلوقتي تنتهج نهج خاص وهو عدم حجر أساس، ولكن النهج اللي بتنتهجه أصل شديد الانفتاح. مدينة مصر الرياضية الأولمبية، الصروح الرياضية اللي موجودة في صالة المغطاة، المنشآت الرياضية غير مسبوقة، نحن مستعدين لذلك. كانت الجمهورية الجديدة والسياسات في خمس السيد الرئيس الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بيقولوا إن المنشآت الرياضية هي الاستثمار، هي الاقتصاد، هي القوة الاقتصادية الرابعة في كبريات دول العالم. صناعات السيارات أو صناعات النسيج أو الصناعات الكبيرة، صناعة الرياضة القوة الاقتصادية الرابعة. فاحنا النهارده بنتكلم عندما نحظى بمنشآت، هناخد مثل قريب. في أولمبياد لندن كان هناك منطقة كبيرة جدا بتسمى لنفايات لندن كلها، في هذه المنطقة تم بناء عمارات صرف سكني وتم استخدامها لأولمبياد لندن 2012، وبعد الأولمبياد ابتدت تدخل في سوق العقارات، وكانت دي هي رافد من الروافد الخاصة بالاستثمار من خلال الرياضة. فهذا النموذج موجود في مصر، بنبشر المصريين كلهم لديكم صروح جميلة، لديكم قوة ناعمة من الرياضة بمنشآتها وكوادرها، لجنة أولمبية، لجنة بارالمبية، وزارة الشباب والرياضة مع الحكومة المصرية. الرياضة ليست ترفيه، الرياضة أسلوب حياة. تمام. ما يتعلق بالاستفادة من الخبرة الصينية في تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية العالمية، يعني كما ذكرت أنه مصر لديها بنية تحتية رياضية قوية حاليا تناسب كل الأحداث والبطولات الدولية والعالمية، أهمية هذا التبادل والتعاون ونقل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال. مملكه البروتوكول تعاون مشترك ما بين جمهوريه مصر العربيه وجمهوريه الصين فيما يتعلق بكافه المجالات ومنها المجال الرياضي، تبادل الخبرات من خلال الوفود، تبادل الخبرات في مجال المنشات والانشاءات الرياضيه. وعاوز اقول لحضرتك ان في هناك في هذه الدورات بيبقى في بعض المتطوعين، وده اتجاه مهم جدا من شباب مصر بيبقى موجودين في الدورات الاولمبيه والدورات البارا اولمبيه، لان اسلوب التطوع مهم جدا. فهي عمليه متكامله تنظيميا فيما يتعلق ب لو سميناها البنيه الاساسيه مع الكوادر البشريه. هناك تعاون مشترك، وطبعا هيبقى فيه استفاده كبيره جدا. بالاضافه زي ما قلت لحضرتك في مستهل اللقاء، كان هم استفادوا من مصر فيما يتعلق بتنظيم البطولات باعداد كبيره جدا وفقا لاجندات دوليه، مع اتخاذ اجراءات احترازيه خاصه لمواجهه فيروس كورونا. نعم، يعني على ذكر فيروس كورونا، بالتاكيد يعني هذه البطوله واقامتها في هذا التوقيت الذي يشهد فيه ذروه في ارتفاع الاصابات يؤكد على الاصرار ومواجهة هذه الجائحة، إصرار على التعايش رغم الصعوبات المختلفة. أعتقد أنه يعني هذه البطولة أيضا بتحمل رسالة ودلالة هامة جدا في هذا الإطار وفي هذا التوقيت تحديدا. أنا بشكر حضرتك تاني، لأن برضو الوعي اللي تم لدى الناس، احنا مش ممكن نتوقف عن الحياة وعن الإنتاج. أنا لسه راجع من محافظة أسيوط، كان في لقاء شبابي موسع، دون تعليمات ودون توجيهات الولاد والبنات طلاب الجامعات والمدارس اللي بيبتدوا أجازتهم، كانوا كلهم متخذين الإجراءات الاحترازية، لابسين القناع أو الماسك، عاملين تباعد. فده بيتم في العالم كله عشان نقدر نمشي ونقدر ننتج. احنا جربنا التوقف، جربنا العزوف عن العمل، جربنا ان احنا ممكن، لا، الحل ان احنا نتخذ جميع الاجراءات الاحترازيه ونتخذ العادات السليمه في الاكل وفي التعايش عشان نقدر نبعد فيها عن هذا الفيروس، شأنه شأن اي فيروس اخر. وباذن الله ستزول هذه الغمه وترجع حياتنا الطبيعية أكثر. ومن كل غمة كان هناك اتجاهات أصبحت ممكن تتم المؤتمرات بوسائل التواصل الاجتماعي. نعم. بقى في عديد من الأعمال بتتم بيسر أكثر وأرخص فيما يتعلق بدل السفر والطائرات والفنادق. لا، في أعمال كثيرة بتتم
فبكل جائحة هناك مكرومة بتيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، إن من الممكن حسن تصرف الإنسان خلال هذه الجوائح إنه يكون عنده منحة خلال المحنة. نعم، وبالتأكيد الرياضة أيضا مصدر للبهجة وسط المحن والصعاب، كما يعني ساعدنا أمس بفوز المنتخب المصري في بطولة الأمم الإفريقية، وبالتأكيد يعني مواصلة هذا المشوار بيضفي الكثير من الفرحة والسعادة على قلوب جميع المصريين والعرب أيضا. بشكرك دكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة سابقا. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من همزة وصل، إلى اللقاء.